السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الريلمي 7، فلو فاتك الفيديو ده لازم تشوفه على فكرة، وهتلاقي اللينك بتاعه تحت في صندوق الوصف او تحت الفيديو يعني. ولكن النهاردة هنعرف اهم مواصفات مميزات وعيوب اخوه الكبير، وهو الريلمي 7 برو، واللي جاي بمواصفات مختلفة تماما عن الاصدار اللي فات. فيلا بينا نكمل الفيديو مع بعض للاخر ونتعرف على كل الكلام ده. وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتشغل زرار الجرس. اهلا بيكم. اول ما تفتح العلبة هتلاقي الموبايل متركب عليه سكرين حماية مسبقا، وفي جراب للحماية كمان، وراس الشاحن والوصلة وكتيب تعليمات والضمان والدبوس المعدني. سيبك بقى من العلبة وندخل على شكل الموبايل الجامد ده. الخامات هنا من البلاستيك بالنسبة للظهر، وهتحسها ازاز في الاول، ولكن هي يعني تحس انها متفيامة كده، ولكن هي من البلاستيك. وبيجي الظهر بتصميم حلو جدا مع مستطيل الكاميرات البارز عن الظهر شوية، وكمان البلاستيك اللي هنا يعتبر مقاوم لقطرات المية بشكل كويس. وزن الموبايل هنا 182 جرام وسمكه 8.7 مليمتر. وحشتنا الارقام دي واللي تخليك ما تحسش بوزن الموبايل في ايدك، لانه رفيع ووزنه متوزع بشكل كويس قوي، يعني هتستخدمه بشكل مريح جدا حتى بالايد الواحدة. من اسفل الموبايل موجود منفذ شحن تايب سي، ومنفذ سماعات الودن 3.5 ملي، وكمان سماعة خارجية واللي بتجيلك ستيريو وبتقدم لك تجربة صوتية مرضية جدا، ولكن تعتبر قريبة برضو من الريلمي 6 برو. تقدر تضيف هنا شريحتين اتصال وكارت ميموري عالي جدا في نفس الوقت. اما بالنسبة لالوان الموبايل فجاي باللون الفضي واللون الازرق. عن نفسي حبيت اللون الازرق اكتر، فانت يا ترى بتحب انهي لون اكتر؟ شاشة بحواف مستغلة بشكل كويس جدا، ولكن برضو الدقن كبيرة هنا نسبيا زي الريلمي 7، مع ذلك تعتبر مقبولة ولكن وجب التنويه. الشاشة هنا كاملة بثقب للكاميرا الأمامية فوق على الجنب، على عكس الريلمي 6 برو واللي كان جايب كاميرا أمامية مزدوجة. طبعا نوع الشاشة هنا سوبر أمولد، ولو تفتكر الـ 6 برو كان جايب شاشة IPS، يعني في تطوير ملحوظ هنا من حيث نوع الشاشة. عموما الشاشة بحجم 6.4 بوصة وجودة Full HD Plus 1080x2400 بيكسل، كثافة بيكسلات 411 لكل انش، جايب معدل تحديث عادي 60 هرتز على عكس الاصدار السابق. اي نعم كان IPS، ولكن كان جايب معدل تحديث عالي او معدل تحديث عالي 90 هرتز. ولكن هنا تقدر تقول ان الشركة فكرت ان جودة السوبر أمولد او الشاشة سوبر أمولد ممكن تغنيك عن المعدل التحديث العالي، ودي شاشة او نوع شاشات بيفضلها ناس كتير. الشاشة هنا بتدعم ابعاد عرض 9:20 والدارك مود، وجاية بحماية غوريلا 3 بلس. وبما ان الموبايل ما فيهوش لمبة اشعارات، فالموبايل بيقدم لك او الشاشة بتقدم لك وضع الاولويز اون ديسبلاي، واللي بتخلي لك الاشعارات معروضة على الشاشة وهي مقفولة كذلك الوقت. بتحتل الشاشة من وجهة الموبايل بنسبة 90% تقريبا، وبتيجي مرضية جدا. وكمان في الرؤية برا البيت او تحت اشعة الشمس بتوصل لحد 585 شمعة، ده لو انت سايب الاضاءة تلقائية، يعني بتقدم لك تجربة كويسة جدا. وكذلك السوبر أمولد ناس كتير جدا بتحبها لان الوانها مشبعة وجميلة بشكل كبير. المعالج هنا من سناب دراجون 720 جي مع معالج رسومي ادرينو 618. شفنا المعالج ده كتير مؤخرا، اخر حاجة كان في الرينو 4 من اوبو، وحتى في الريلمي نفسها من الاصدار السابق وهو الريلمي 6 برو. الاداء بتاعه مقبول جدا وبينافس كمان، ولكن تقدر تاخد نفس المعالج بسعر اقل في الشاومي نوت 9 برو. يعني كنت مستنية صراحة تطوير اكبر في نقطة المعالج من ريلمي عن الاصدارات اللي فاتت، ولكن بالنسبة لي فالمعالج هنا كويس جدا في الألعاب، بيقدم لك أداء كويس وأداء متعارف عليه بشكل كبير. بيوصلك بنظام أندرويد 10 مع واجهة ريلمي الجديدة. كمان الموبايل جاي بمساحة تخزين 128 جيجا من نوع UFS 2.1 مع 8 جيجا رام. تقدر تتنقل ما بين التطبيقات بمنتهى السهولة، بتاخد سلاسة في الأداء، كل الكلام ده حاجة ممتازة جدا. وزي ما قلت لك تقدر تزود المساحة بكارت ميموري عادي في مكان خاص بيه، وتشغل شريحتين الاتصال في نفس الوقت.
الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.5 وبتدعم تصوير فيديوهات بجودة Full HD معدل التقاط 30 أو 120 إطار في الثانية. الكاميرا الأمامية بتقدم لك تجربة ممتازة جدا والصور بتاعتها هتعجبك بشكل كبير قوي. أما الكاميرا الخلفية فجاية بأربع عدسات، الأولى والأساسية بدقة 64 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.8 ومستشعر سوني IMX682. الكاميرا التانية جاية بدقة 8 ميجا بيكسل وهي للتصوير الواسع، فتحة عدسة 2.3. أما الكاميرا التالتة والرابعة فجاية بفتحة عدسة 2.4 ودقة 2 ميجا بيكسل، عدسة منهم ماكرو وهي للتصوير عن قرب، والعدسة التانية فهي جاية للعزل أو البورتري طبعا مع وجود فلاش ليد. إطار الكاميرات الخلفية هنا يعتبر بارز عن الظهر شوية، بالتالي أنصحك تستخدم جراب الحماية. والحمد لله الموبايل جاي فيه مايكروفون إضافي لعزل الدوشة، والكاميرات هنا بتدعم تصوير فيديوهات بجودة Full HD و HD وكمان بجودة 4K بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية، وكمان لسلو موشن وأوضاع كتير زي التثبيت من خلال وضع الـ UIS فيديو والـ UIS ماكس فيديو، وده عشان تاخد صورة ثابتة قدر الإمكان لو بتصور وانت بتتحرك أو مثلا ركب عربية أو أيا كان. فالتقييم النهائي للصور اللي بتقدمها الكاميرات هنا أو اللي بتاخدها من الكاميرات سواء الخلفية أو الأمامية صورة ممتازة بجودة حلوة قوي. الموبايل جاي ببلوتوث الإصدار الخامس وأنظمة الملاحة والجي بي اس وشبكات الجيل الرابع والواي فاي شغالين بشكل كويس قوي، ما فيهاش أي مشاكل. طبعا ما فيش NFC ومش معلن عن وجود راديو FM لحد دلوقتي. السماعة الخارجية بتيجي ستيريو وبتقدم تجربة صوتية مميزة جدا. أما وسائل الأمان في الموبايل فهي بصمة الصباع المدمجة أسفل الشاشة وبتشتغل بشكل كويس قوي وسريع، ما فيهاش مشاكل برضو. موجود كمان الفيس انلوك، بتفتح الموبايل عن طريق التعرف على وشك من خلال الكاميرا الأمامية. موجود كمان في الموبايل مستشعرات التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب عشان تشغل نظارات الواقع الافتراضي أو للألعاب. البطارية بسعة 4500 ملي أمبير وبتدعم الشحن السريع جدا عن طريق تقنية سوبر دارت شارج بقوة 65 واط، واللي بيشحن لك الموبايل من 0% في خلال 34 دقيقة فقط. يعني مفيش داعي انك تشيل هم البطارية، هنا المعالج برضو موفر في الاستخدام للطاقة، وكذلك مفيش داعي ان انت تشيل هم الشحن بقوة الشحن اللي موجودة معاك. في 3 دقايق بتقدر تشحن 13% او 150 دقيقة لاستخدام اليوتيوب. الموبايل بيقدم نقط تطور وكمان نقط ثبات في بعض المميزات او المواصفات اللي انا ذكرتها. عندك الشاشة هنا سوبر اميرد مع الاستغناء عن الاي بي اس واستغناء كمان عن معدل التحديث العالي، فاكتفت بالستين هرتز هنا عشان بتديلك يعني نوع شاشة بالوان مشبعة اكتر ووضوح اعلى. وكمان التصميم هنا بلاستيك على عكس السكس برو واللي ما يعتبرش رديء برضو، ولكن في فرق ما بين الاصدار السابق والاصدار ده. كذلك قوة الشحن الممتازة وكل الحاجات اللي انا ذكرتها لك سابقا، ده يعتبر موبايل كويس قوي، ولكن هل يعتبر منافس قوي؟ وهل هيقدر يقف قدام الموبايلات التانية من نفس الشركة او حتى من شركات منافسة بنفس الفئة السعرية دي؟ طبعا انا مستنية رأيكم، وايه من وجهة نظرك الموبايل اللي يقدر يكسب المنافسة قدام موبايل الريلمي 7 برو؟ ولكن بشكل عام انا حبيت الموبايل ده ونقط الاختلاف اللي موجودة فيه. اما بالنسبة للسعر فهتلاقيه موجود تحت الفيديو سواء السعر داخل مصر او خارج مصر. ممكن كمان لو قدرت احط لك روابط الشراء اونلاين من مواقع مضمونة. وبس كده انا خلصت كلامي عن الريلمي 7 برو، واتمنى يكون الفيديو عجبك. لو حابب تعرف حاجة عن الريلمي 7 هتلاقي برضو رابط الفيديو بتاعه تحت في صندوق الوصف. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشغل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد اول باول، وياريت تشترك في القناة. شكرا لكم، كانت معاكم ايمان محمد، والسلام عليكم. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.